بين كل هالعناوين المعيشية السيئة المظلمة القاتمة اللي ما فيها ولا بصيص أمل، منروح عند الرب يسوع لحتى نحكي عن فرح الحب من خلال الإرشاد الرسولي اللي وصف فيه قداسة البابا فرانسيس. لا مزيد من المعطيات والمعلومات على هالإرشاد رح نكون باتصال هاتفي مع الأب نجيب عقليني. الله معك أبونا. الله معك ومع المشاهدين الأعزاء وما كانوا. يخلينا إياك، يعني كنا محضرين هيك 20 دقيقة أسئلة لناخد منك تفاصيل كبيرة، بس للأسف ما قدرت حضرتك توصل بسبب الظروف السيئة اللي عم نمرق فيها من قطع بنزين وغيره وتسكير طرقات. لذلك رح نكتفي باختصار تخبرنا المضمون تبع هالإرشاد فرح الحب. أكيد الإرشاد الرسولي فرح الحب اللي أصدره البابا فرانسيس بعد سينود أوساي 2014-2015 للأساقفة الكاثوليك في العالم، ولأنه أول مرة يعقد سينودوس للعائلة أو بالأحرى 2 سينودوس وراء بعضهم، وكل مدة يبقى سينودوس 3 أسابيع موجودين فيها الأساقفة العلمانيين رجال ونساء، وهذا كان كتير بهمه البابا. هلا صدر من 5 سنين، واليوم البابا رجع يعمل سنة عائلة فرح الحب، ابتدأت من 19 آذار 2021 حتى 12 حزيران 2022. الإرشاد الرسولي أكيد هو بعد دراسات معمقة ونقاشات وتصويت على النصوص اللي بيحثوا فيها، واللي عادة السينودوس بيكون في خطة طريق أو عمل للعمل العلم الأكاديمي الرعوي، نرسل الأسئلة إلى أساقفة العالم وإلى الأبرشيات وإلى المؤمنين والرعاية، بيدرسوا هالأسئلة وبيجيبوا عليها، وبعدين بنجمعها بالمجمع اللي بيصير بروما عادة. وهيك البابا بعد الدراسات اللي صارت بيطلع بإرشاد رسولي بيوجهه إلى أبناء الكنيسة. فإذا هو وجه هذا السينودوس أو الإرشاد الرسولي هو عمل جماعي، أكيد عمل الروح القدس، عنوانه هو الحب. هو الحب، وبذات الوقت بيحكي عن الزواج وبيحكي عن العائلة. فإذا كان الهدف من أو العناوين اللي والمحطات والأفكار اللي ناقشها الإرشاد الرسولي هي الدعم لوجود العائلة وحقيقتها وأهميتها للجنس البشري وللمجتمع. أكيد العائلة من مشكلة وإنما هي قضية مقدسة. فإذا هالدستور أو هالإرشاد الرسولي هو دستور رعوي لحتى الرجل والمرأة، وهو منشدد الرجل والمرأة، لا يفهموا الحياة الثنائية الحياة العائلية. فهل الإرشاد هو تعليمي للمبادئ وللقيم اللي مفترض العائلة تتبنيهم وتعيشهم على ضوء الكتاب المقدس وعلى ضوء الوحي الإلهي وعلى ضوء تعليم الكنيسة والعلاقات الإنسانية والاجتماعية. ف بالأساس هو توجيهي، يعني بدي نشئ الشباب وعلى التحضير إلى الزواج والإعداد إلى الزواج ومرافقة الأزواج بعد ما يأخذوا سر الزواج، بده مرافقة متابعة لأنه في صعوبات وفي مشاكل، وهيك هالإرشاد بيساعدهم لحتى نوعا ما مش يلاقوا حلول ولكن لينشط الضمائر عند الأشخاص ويعرفهم من جديد على المفاهيم والمبادئ ويقدروا يتصدوا لكل صعوبة ومشاكل بيواجهوها. فالكنيسة اليوم بعد 5 سنين أراد البابا أنه يذكر بأن الكنيسة هي بتدافع عن الحب وعن قدسيته وعن الرباط الزوجي وديمونته. أهم شيء في مرافقة، في متابعة نابعة من المحبة أكيد مش من الدينونة. وحاول الإرشاد الرسولي اللي بيقرأ بتصفحه، أتمنى هون على المشاهدين والمستمعين لأنه إحنا مش عم شاهدون ولا عم بيشاهدون عم بيستمعوا لي، فإذا أنه بتمنى أنا نقرأ هالإرشاد لأنه بيقدم حلول عملية
وبذات الوقت بيعمل عملية استباقية ووقائية، يعني تنشئة على الحب، على الزواج، على العيلة، على القيم، على المبادئ. فكمان هالإرشاد بده يساعد هالعيلة لعيش الإنجيل وتأدي الشهادة وتطبق. هون دور هيدا الإرشاد اللي بيقدر يعطي، فينا نقول، فتحة أمل ورجاء، لأنه الكنيسة قريبة وأبوابها مفتوحة. أكيد الكنيسة ما بدها الدين، والكنيسة ما بتعطي حلول مثل ما قلت أنا، ولكن هي بتواجه مع الرجل والامرأة الصعوبات والمشاكل لحتى يقدروا يعرفوا يصغوا ويتفهموا، والكنيسة ترافق وتستقبل. فإذا في تنشئة على الرحمة، على الحقيقة، على مع الحقيقة، مع العدالة الحقيقية، يعني والتفهم والاحترام. أكيد أكيد. هذا كمان بذات الوقت حاول الإرشاد يعطي مخارج رعوية ولاهوتية. كان اعتبر أنه البابا بوقتها أنه رح يشرع الاتحاد المثليين والزواج المدني والمطلقين والمتزوجين ثانية، بس هو انفهم غلط. أكيد انفهم غلط. فإذا الناس انتظروا انتظارات كثيرة، ولكن هالانتظارات اليوم اللي كانت موجودة أنا بقول اتطبقت، لأنه كان الإرشاد حاجة لهالمجتمع، لأنه نحن عم نمر بأزمة، وأزمة كبيرة اليوم، خاصة بجائحة كورونا كوفيد-19 اللي خلت ربما بعض الأشخاص يقولوا ليكوا الزواج، ليكوا العائلة، صار في عنف أسري ازداد لأنه تواجدوا مع بعضهم. ولكن بذات الوقت فينا نشوف كثير انه اشخاص كثير بهالفتره اللي عاشوا مع بعض تعرفوا على بعضهم اكثر، اكتشفوا قوه بعضهم، تعرفوا على بعضهم، وشافوا انه القرابه الدمويه والقرابه الروحيه والقرابه العائليه هي الباقيه، هي الصامده، هي اللي بتحمي. وهيك العائله اليوم هي بدها تكون فسحه امل ورجاء. مشان هيك الارشاد يعني ببلش عنده مفاتيح بنسميهم نحن. نعم. المفاتيح كي منشوف شعارات هالإرشاد يمرقوا بركي صور. نعم تفضل. هن المفاتيح الإرشاد الرحمة، يعني الكنيسة في عندها باب الرحمة، من هي بيانة وهي بتحط القوانين لتحجب الإنسان عن العيش اليومي. بالعكس هي اليوم قادرة تكون تستقبل كل المتألمين اللي عنده صعوبات من خلال مراكز الإصغاء اللي بتنشئها الأبرشيات، واللي بنسمع إلى مشاكلهم وصعوباتهم وكمان إلى أفراحهم ونجاحاتهم، حتى نحن نستفيد من خبراتهم وننقلها للآخرين. فإذا في مرافقة، في متابعة، وأهمية الإرشاد البابا بيحكي عن التمييز، يعني هيعرف يميز بين الخطأ والصح، بين الفشل وبين النجاح، وبين شو المطلوب وشو مش مطلوب. هذا التمييز. وبعدين التعاطي مع الأشخاص اللي عندهم مشاكل بنسميها نحن رعوية قانونية، يعني للمتزوجين ثانية، واللي هن يفضل عدم التقدم نحو القربان المقدس. أعطى البابا فسحات أمل وقال إنه نحن خلونا نمشي بالتدرج، يعني في حالات منعالجها لوحدة فرديا، وربما مع الوقت الأشخاص بيوعوا شو عملوا وبيقدروا هن يصححوا مسارهم وبيقدروا يتناولوا القربان المقدس. وبذات الوقت كمان حكى هيدا أهم شيء عن تسريع وتسهيل معاملات دعوة إعلان بطلان الزواج. هون كان كتير هذا مهم، إنه نحن لما بيكون في الزواج بالأصل منه صحيح في مشاكل، البابا إلا نسرع ونسهل إعلان بطلان الزواج. وبذات الوقت حاول إنه خلص الوقت، بس بدك تعطيني الفكرة الأخيرة لو سمحت. وهي الفكرة الأخيرة إنه العائلة هي لخير الإنسان وبتبقى موجودة، والله أرسل ابنه وتجسد في عائلة، أن العائلة هي الضمان الوحيدة وهي اللي بتبقى من أجل الخير والإنسان. نحن بدون العائلة ما إلنا حياة، فالعائلة باقية وتبقى من أجل الإنسان. أمين. أنا بدي أشكرك كتير أبونا نجيب، يعني نحن بحاجة كتير لمرشدين روحيين مثل حضرتك، لأنه هذا تخصصك كمان. إن شاء الله الاختصاص بيكتر بين الأباء بالكنيسة ليقدروا يعالجوا مشاكل العيلة واللي كترت واللي عم تفضل
طلقات وانفصالات، هذا الشرير عم بيغلب العائلة المسيحية بالاختلافات، وخصوصا هلأ بالأوضاع الصعبة المادية. هذه كانت حلقتنا، مشكور أبونا نجيب، إن شاء الله بنشوفك باستوديو مرة تانية لنوسع أكثر الموضوع، وفيكم تشوفوا كل هالفقرات المساء 6:30 على مريم تي في، وأيضا بإعادة 1:30 بعد نص ليل، وكل الفقرات اللي عجبتكم تقدروا تشوفوها على اليوتيوب مريم تي في لبنان. نحن من التنين لنهار الجمعة مرافقينكم ببرنامج على الموعد من مريم تي في. الله معكم.